هل العلم يتفاوت في ذاته؟ من حيث المنطق الجواب لا يتفاوت في ذاته. لا يتفاوت علم كل يوليل يقسم يسوي الدومانين استموسني اسم استموسني يلا لو كان يون يون ذا فلاح فلاح خبير ذي فلاح أدنى وايض خبير ذي الارشيتكتور الفني أدنى وايض اكسبير خبير ذي الجيني سيفيل هندسة مدنية أدنى وايض خبير في علم القراءات أو داك كل مسلم الدنيا إذا شو ديوني ونيونك يكو جذعي ذي مسنون يجمعي ثني والوصف ذا مسني سهل حقسين ذا يفلح لك شيء ذا نجارو شيء شيء ذا نجارو وجذعي يكو الطباء زارشة لا لا أغرم إني القوثني ثني مزني مش أنت تد زراعة صافي حبس أين كنت حواجد ذوينا كان إلى هياك لذلك ربي مدينا اقرا غرض القرايه ودينا شانغر اكيد علوم الشريعه لها شرفها لانها متعلقه بكتاب الله عز وجل العزيز وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ولكن العلم في ذاته في اصله لا يتفاوت لا يقبل التفاوت في اصله وفي ذاته لانه ربي سبحانه اناد اقرا غرض القرايه تمسني والسنة ثم قال المحققون لا يتفاوت إذن المحققون من أهل العلم قالوا لا يتفاوت باش تفهم هذه الكلمة وطبعا هذه مختزلات قل لا يتفاوت في ذاته الرنس في ذاته باش يهدف المعنى في ذاته الله يرحم اللي قال الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم مثقن ضمبان ويدي ونا ميكانيسيان فوالا ما قرا خصو غمس دونتيست عيني خصني ولا لا لا ذي وقت عيني خصني صافي اذا في ذاتي هذه حجه اخرى تضاف الى ابراز عدم التفاوت في العلم في ذاته وانما التفاوت بكثره المتعلقات الحمد لله فريختي اعطيك الصحه السبكي الإمام السبكي ناهيك أن دايل التفاوت بكثرة المتعلقات مع انتهاء المقصود بذلك المعلومات من جهة والكم من جهة أخرى أدنى في علم القراءات يوني ساعة قراءة حفص دايا وذي ساعة حفص قالون ورش ما شاء الله وذي ساعة 12 عشر. ثم قال المحققون لا يتفاوت وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات معلومات أكيد دف ضغ سمحتي تولد النفة في القراءة مثلا أديني في المتون أتفضيون يغرى متن ابن عاشر يغرى متن الأخضري يغرى متن سيدي خليل المختصر الفقهي يغرى يحفظ مختصر الرسالة الرسالة أبي زيد القرواني وبعدين نروح الرحابية في علم الفرائض يعني هيك يتفاوت وثقي شيء طبيعي يعني شيء طبيعي تفاوت يكون بكثرة المعلومات ويكون تفاوت أيضا بالإتقان لماذا علماء الحديث مثلا حينما تحدثوا عن الضبط قالوا الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب ضبط كتاب مهم يون يضبط ما يكتبوا لاش الأخطاء يا ذا الخمر بيزيك ما يكتب سفوس هذا يكتب النسخة المصحف كامل وتفضل الأخطاء إلا نادرا ثلاث ماشينين يسيني العجف ما لا ميم زيك مضبرنا كيني خدم الدوموند مانيسكري تسوفوس هيك ماشي ثورة السيفي هادي خدم صغي مغاران وقال لي غزوان ربيوثا كيني كني لا دوموند ما داس انا غير ميم لا بسيكولوجي ناس مشي تسارو ما يسنا ديارو موري غلظارة ما يكتب
هذه نغالا تغرض كان كنديجا ديال هذه الكتيبه كل شيء سفوس كل كنت مسؤول عما كتبته يمينك اي نكتبوا فوسيك تمسؤول عليه ضبط صدر يعني من محفوظاته من ذاكرته من صدره اتفض مثلا يون يحفظ القران الكريم عن ظهر قلب احفظ صفا سينك الايه اش يدي جبدي زرابي ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون فاتقون ثلاث الايام يظن وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فاعبدون ذاكي للواو ذاكي ولاش ذاكي انا ذاكي انا فاتقون فاعبدون صافي ثورة ما ثورة الكتاب سيدي جفضل سورة الأنبياء سورة المؤمنين سيدي جفضل سيدي 92 و 51 الآيات الأرقام ولكن ما إلا إلا ذي المخيط الزريض إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاعبدون لذاكين فاتقون يا يعني نثل الواو قبليس صافي الآية متشابهة وكذا الزريضة مش وطبعا تلقى أصعب كما يعلم الإخوة المجربين اللي في معمرين وكذا تلقى كبارا أليس كذلك؟ أندى تتمشى بنت تتمشى بنت إلا وأندى إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب المفسدين، إلا وأندى إلى آخر الآيات صافي ما إذا كان الأمر مضبوط، القرآن مضبوط ضبط كتاب ضبط صدر تستحضره ثم أن ضبط الكتاب ممكن تفقده إذا كتاب مثلا غير الهواء إلا خص بقى على خير يروح ولكن لماذا الراس؟ الحمد لله ثند مخيك الى اخره. لذلك علماؤنا رحمهم الله كانوا يؤكدون كثيرا على ضبط الصدر. على ضبط الصدر.